إذا أكتب برنامج لإدخال ثلاث أرقام وطباعة الرقم الأكبر، تمام؟ فممكن أدخل الثلاث أرقام هدول X وهنا أنت عندك Y وZ. امنع الكلام يا أستاذ، خلاص. بقول لك تكة بس. تمام؟ حكيت ممكن إنه أنت تاخد إنه أنت تحط عدة شروط في الشرط الواحد أنت عندك. انه انت تحط اذا كانت الاكس اكبر، بقرا انا من الشمال لليمين، شوف هنا كيف طلعنا عندي الاشاره زي هيك، اكبر من الواي، اكبر من الزد، تمام؟ معناها انه الاكس اكبر من الواي والواي اكبر من الزد. اذا الواي اكبر من الزد والاكس اكبر منها يبقى اكس اكبر حاجه، ساعتها بعمل برنت لاكس، تمام؟ هذه كيف بتقرأ؟ انه الواي اكبر من الزد واصغر من الاكس، او ممكن تقرأ بهذا الشكل. نعم، الاكس اكبر منهم كلهم، انه انت ممكن تقرأها بهذه الكيفية، اكس اكبر من الواي وواي اكبر من الزد. اذا كانت الواي اكبر من الزد والاكس اكبر منها يبقى الاكس اكبر حاجه، تمام؟ نيجي بعديها هذا المتغير الاول، الاحتمال الاول انه الاكس هو يطلع الاكبر، حطينا الشرط تبعه بهذا الشكل. نيجي للشرط الثاني او الحاله الثانيه، انا في عندي ثلاث حالات، اكثر من ثلاث حالات. الحاله الاولى تكون الاكس هي الاكبر، الحاله الثانيه واي هي الاكبر، الحالة الثالثة الزد هي الأكبر، في عندي حالات رابعة يعني إنه ممكن تكونوا بيساووا بعض. فهنا بنحط إنه واي أكبر من الإكس أكبر من الزد، نفس الكيفية ساعتها وأنا مغمض بطبع الواي. في عندي الحالة إنه الزد يكون أكبر من الإكس وأكبر من الواي، تمام؟ كيف؟ ليش؟ لان الاكس اكبر من الواي، كمان اعتبرنا الاكس 10 الواي 8، نعم صح؟ نعم صح. واذا طلعت الاكس طلعت 10 والواي 3 والزد 8، صحيح. في عندك حالات مش مغطيه، ونفس الشيء انت بيجي هنا اذا كانت انت عندك الزد اكبر من الواي لسه مش حاطين هذه الحاله. بالضبط نفصلهم احسن، اند نقول الاكس اكبر من الزد، هيك انت بتفصلهم انه كل واحد شرط منفصل، انه يكون الاكس اكبر من الواي والاكس يكون اكبر من الزد بغض النظر عن ايش المقارنه بين الواي والزد، تمام؟ وهنا نفس الفكرة، and y أكبر من الزد، تمام؟ وهنا نفس الإشي أكبر من الإكس، and الواي أو الزد أكبر من الواي، ساعتها بطبع الزد. ثواني else هنا أنا بقول إنه الإكس أكبر، هنا الواي اكبر، هنا الزد اكبر، ايش الحاله الباقيه؟ انه يكون في عندك بيساووا بعض، فبالتالي هنا ممكن تطبع انه all equal كلهم بيساووا بعض.
لسه في عندي حالة التساوي بين رقمين. حالة التساوي بين رقمين انه انت ممكن تحلها انه زي هيك. خلينا ندخل زي هيك تمام اول ونجيب حالة انه انا في عندي هنا ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين خمسة ايش المفروض يطبع؟ خمسة تمام؟ جرب الآن واحد اثنين ثلاثة ايش المفروض يطبع؟ سبعة خمسة اثنين سبعة تمام سبعة طيب لو دخلنا سبعة سبعة اثنين لأنه أنا حطيت الإلس حطيت الإلس إنه غير أي حالة غير الحالات هدول تمام فساعتها عشان تتحل مشكلة الأكبر إنه هجيت أنت لو قلت سبعة وسبعة غير مكانك يا أستاذ غير مكانك واحد منكم أنتوا الاثنين هجيت أنا لو قلت سبعة وسبعة مين أكبر رقم فيهم سبعة هذه ولا السبعة هذه تفرقش مش السبعتين تفرقش تمام فعشان هيك أنت ممكن تيجي تقول إنه أكبر من أو تساوي وهنا أكبر من أو تساوي وهنا نفس الفكرة ساعتها بروح بطبع لك واحدة من السبعتين بدل ما إنه all equal هاي سبعة سبعة اثنين بطلع لك سبعة هاي بدخل لك لا لا مش على الفاضي بس انت فكر فيها بطريقة منطقية انه مين اكبر رجع لي الرقم الاكبر من هاي الارقام ثلاثة وثلاثة وثلاثة نعم وهي الشغلة موجودة انت عندك في البايثون بيلت ان انه انت في عندك دالة اسمها ماكس تمام اديله بدي الرقم الاكبر بين الثلاثة والثلاثة والثلاثة اي ثلاثة فيهم تفرقش لكن لما تقول له الثلاثة والاثنين والخمسة برجع لك الخمسة دائما برجع لك رقم واحد اللي هو الماكس فبالتالي هذا الشرط هنا بيصير ملوش لازمة تمام وهاي انت ممكن تحطها في حالة إلس يعني او خليها إلف زي هيك يعني انه نفس المنطق هنا هاي ثلاثة برجع لك ثلاثة تمام ثلاثة ثلاثة اثنين ثلاثة نعم تقدرش تحط ايش تقدر بس هل انه انت يعني انه انت ممكن انه يعني في المسألة هذه هل هي مطلوبة؟ مش مطلوبة، أنا بقول لك انه أنا بدي ترجع لي الرقم بدك ترجع لي رقم تمام؟ هجيت هنا أنت ممكن تحطها رسالة هنا في الأول انه إذا كان الـ X بتساوي الـ Y بتساوي الـ Z انه print all equal ساعتها بترجع لي برضو رقم ممكن تحطها مع انه مش مطلوب من المسألة شوف كيف هاي ثلاثة 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 انه all equal ورجع لي الاكبر منهم اللي هي اي واحدة فيهم ثلاثة نعم
ايكوال طب لو هذه جبناها خليناها زي ما هي انه جملة الطباعة هذه شلناها وايش عملنا؟ طلعت ما ينفعش. كيف انت يعني انت كيف بتحط جملة اف؟ لا بنرجع لك رقم زي ما كان هاي هذه شيلها زي هيك ودخل له هنا 3 و3 و3 ما بتفرق. هو بيسأل سؤاله انه بده يطلع جمع عبارة انه الارقام هذول الثلاثة متساوية بس. تمام؟ واضح يا شباب؟ جرب ارقام بالسالب ناقص 9 ناقص 2 ناقص 5 ناقص 2. فانت اذا اللوجيك تبع البرنامج تبعك صح بيرجع لك حتى لو ارقام بالسالب، وانا لما اجي اصحح في الموديل بجرب احتمالات كثيره. تمام؟ ايش يا استاذ ابتسام؟ الاكس اكبر من الواي هذيك ما بتزبطش. ليش؟ لانه انت بدك تضطر تكتب كود اكثر. ايش هو هذا الكود؟ هيو ركز معايا هنا. غير انت بتقول اذا كانت الاكس اكبر من الواي اكبر من الزد. افحص لي اياها على حالة الارقام هذه اللي هو 3 او 4 و1 و5. ترجع ترو ولا فولس؟ هاجت الخمسة عفوا الاربعة اكبر من الواحد صح؟ الواحد اكبر من الخمسة فبتخرب، تضطر انه انت تكتب شرط ثاني. ايش هو الشرط هذا؟ بدك تقول اذا كانت الاكس اكبر من الزد اكبر من الواي. تمام؟ هي برضو نفس الاكس بس هنا انت غيرت الترتيب، هنا واي زد هنا زد واي. بتكتر كود. لكن لما انت تفصلهم في شرط هنا اند انه بغض النظر عنه انه الواي اكبر من الزد او الزد اكبر من الواي انا بهمنيش، انا بهمني انه تكون الاكس اكبر من الواي اند الاكس اكبر من الزد بشكل منفصل. لكن علاقة الزد والواي انا بتهمنيش شو علاقتهم مع بعض. تمام؟ ايش كنت بدك تسأل يا استاذ؟ خلاص؟ بدي اسأل لو غيرنا في الارقام في الثاني نفس الشيء تطلع غلط، لازم نزود الكود. صحيح، بدك تزود اسطر اكثر في الكود. تمام؟ يعطيكم العافيه.